قناة السويس دي مصر العالم في العالم للعالم، عايز حضرتك تكلمني عنها. هو النهارده في الحقيقة لقاء مصري بكل المعاني. قناة السويس هي أحد تجليات التعبير عن الثورة المصرية، هو أحد الإنجازات المهمة اللي مصر بتعبر بيها إلى المستقبل. قناة السويس هي هدية للعالم، مجرى ملاحي جديد، لكننا نتوقع نقلة اقتصادية كبرى ترتبط بهذا المشروع. نيافة الأمبرمية وثق تاريخيا حول مصرية القناة، وثق تاريخيا حول الدور اللي قاموا به المصريين في هذا المجال. وبالتالي الليلة ليلة مصرية بكل المعاني، تناولنا فيها الكتاب وطرحنا القناة كنموذج للعبور للمستقبل.